فما بعض الأحزاب، مش نفتح قوس هنا قبل ما نمشي للنقطة اللي بعدها أستاذ راشد غنوشي، فما بعض الأحزاب اللي موجودة في الساحة السياسية اليوم ما تستعرفش بالدستور، ما تستعرفش بعلم بلادنا، ما تستعرفش بالجمهورية، ما تستعرفش بقيم الديمقراطية. شنو موقفكم منهم؟ يعني نقول ربي يهديهم، ربي يهديهم، ولازم نحاوروهم مدام هم مدام أداة عملهم الكلام، نحاوروهم. إذا مضوا خطوة أخرى ولا أداة عملهم هو سلاح، هذه مسألة أمنية يتعامل معهم الأمن والجيش والقضاء. حتى ومبدئيا يعني أنهم هم ما يستعرفوش بالدستور ولا بالقيم الجمهورية اللي الكلنا يعني متفهمين عليها، ما يقلقوا. مدام المسألة هي مسألة كلام، يتكلم كل كلام يرد عنه بحجة أخرى، يرد عنه بالكلام، ومش عاجز مجتمعنا، المجتمع المدني ولا والجامعة والمراكز الثقافية والأكاديمية، مش عاجزين باش ندافعوا عن دستورنا وندافعوا عن سلمية مجتمعنا ومحاربة الأفكار المتطرفة. ولكن إذا كان المسألة ولت فيها سلاح ولا فيها ضرب ومضروب، هذه مسألة أمنية يتعامل معها الأمن يعني. ولا تدخل، ونحن ندعم الأمن في الحالة هذه باش يتعامل بما وفق القانون، أيضا ضد كل محاولة للتسلط، كل محاولة لفرض الأفكار بالعنف. المعروف عليك أستاذ راشد غنوشي أنك في الحالات اللي كمان هذه تتدخل وتعيط للناس وتحكي معاهم، صار لك يعني مع بعض الأحزاب هذه أنك خذيت مواقف وعيط لهم، حاولت تتحاور معاهم؟ لازم تحاوروا معهم، لازم تحاوروا، لأنه ما هؤلاء من المجتمع، فواجب على المجتمع السياسي والمجتمع الديني والأئمة والصحفيين والمفكرين أن يتحاوروا معهم، ونحن جزء من هذه العملية، هذه العملية الحوارية التي تجري في المجتمع. ولكن ما دام المسألة ما فيهاش عنف، واضح هذا واضح يعني، تتحاور مع حزب التحرير، تتحاور مع السلفيين، تحاوروا. نقول حتى الناس اللي مارسوا العنف وهم في السجن الآن، واجب أن نتحاوروا معهم في السجن، لأنه التجارب بينت سواء في المغرب ولا في موريتانيا ولا في مصر ولا في غير، التجارب بينت أنه كثير من هؤلاء في السجون نرجع لهم شاهد العقل، ومن خلال الحوار تبينوا اللي هم غلطوا واللي هم معلوماتهم، معناها علمهم بالإسلام كان محدود، وقع التغرير بهم. ولذا كان احنا ما ناش مأيسين من أي تونسي من أنه يهتدي إلى التعايش، إلى معادلة التعايش، يفهم أن تونس هذه للجميع، حتى حد ما عنده الحق باش يمارس فيها الوصاية على غيره ويقول ما يمشي فيها إلا الأفكار متاعي أنا. تونس هذه لكل التونسيين والتونسيات، والمهم هو أنه كيف نكتشف معادلة التعايش، فاش نتعايشوا كأسفينة متاع تونس، ما يزمها تلوح حتى حد، يزمها تهز كل تونس، ولكن بشرط معناها هي نبعد على العنف. واضح.